والله ابو الهول يدش مر يعني بالشقه يعني مع اخوي سعد. يا زرتش مصر ليه؟ علشان كده انا عاوز اخدك بنفسي وافرجك عن الحاجات. كثر خيرك، انا عيال غريب كبيرتي يعني. لا شوف يا حسين بيه. نعم. الاهرامات وابو الهول طبعا عارفهم، سامع عنهم. اي اسمع عنهم. الاهرامات وابو الهول دول ابو الهول دول يبقوا ملك فؤاد بي ابن سعيد باشا. تعرف فؤاد بي مين؟ لا والله. العبد لله اللي قاعد قدامك. سعيد باشا. ابن سعيد باشا. سعيد باشا. قول يا جماعه شبه فيش. ايوه فعلا انا شبهه تمام. الاهرامات وابو الهول دول بتوعنا احنا بقى. حق سعيد ملكي انا. سعيد توفى انت ولده. انا دلوقتي بقى مضول من املاكي. تعرف يا حسين بيه؟ الاهرامات وابو الهول دول بيطلعوا لنا دهب كده على طول. شوف بقى، شوف جميع السياح دي بتيجي من جميع اقطار العالم لمصر. دهب. لدرجة ان البنوك بتبعت لنا تقول يا اخوانا ما عندناش اماكن نحط فيها الدهب بتاعكم ده، شوفوا لكم مكان تاني. ايه رأيك بقى تشتريهم؟ تشتري الاهرامات والهول؟ تشتريهم، دي فكرة عظيمة جدا. شوف بقى انت لما تاخد الاهرامات وابو الهول دول وتاخدهم معاك الكويت، تخليهم هناك في الكويت في اي مكان، تحطهم مصر هتجيلك الكويت علشان تشوفهم هناك. شوف بقى، شوف المشروع بقى يكسب قد ايه. بس انا فؤاد يعني حتى لو اشتري الاهرامات ايوه والهول وياهم لازم لا فيك وتليبات. لا دعايه وياهم يعني. اذا شريت لان هذا صفقه عباره ايوه لازم تعطيني منقره ايوه وخفره وحبره. طولت عليكم في مشاهد المسلسل لأنه واحد من يعني أكثر المسلسلات اللي تذكرني بأيام الطفولة، تذكرني بالكوميديا الراقية. لكن أنا اخترت هذا المشهد، مشهد فؤاد النصاب لما يبيع الأهرامات وأبو الهول على حسينه. السبب هو أن اللي شفتوه في المشهد هذا يعني صار في الواقع، لكن ما باعوا الأهرامات. برج إيفل هذا اللي انباع. قصتنا اليوم عن فيكتور لوستينج، النصاب اللي باع برج إيفل مرتين. قبل لا أتكلم عن عملية بيع الأبراج، خلونا نتكلم عن هذه الشخصية الإجرامية الذكية، سموها اللي تبغونه. لوستينج واحد من الرجال اللي يسحرونك. ليش؟ لأنه يتكلم عدة لغات، وأيضا لأن كانت أفكاره في النصب سابقة عصرها بشكل كبير. من أهم صفاته أنه كان أنيق، كلامه معسول جدا وكوميدي يضحك الناس. أول عملية نصب للمحتال اللي ترجع أصوله إلى التشيك كانت مكينة طباعة فلوس. الفكرة أنه كان يعرض صندوق صغير، هذا الصندوق أنه يقول للزباين أنه يطبع الفلوس خلال 6 ساعات، فالزبون يشتريه بسعر غالي. 6 ساعات تطلع المكينة أوراق $200، إنزين، لكن عقب 12 ساعة تبتدي تطلع أوراق بيضة. وليه ما يلاحظ الكاستمر إن المكينة بدأت تطلع أوراق بيضة وإن تعرض لعملية نصب واحتيال يكون صاحبنا بعيد؟ حد منكم يعرف صاحب الصورة هذه؟ صاحب الصورة هذه هو آل كابوني، أحد أشهر رجال المافيا في عصره. أنتوا متخيلين أن لوستينج نصب على هذا الريال، هذا اللي يعني كانوا الناس يخافون منه خوف مش طبيعي؟ خذ البيزات، خلاهم عندنا مدة 2 شهر، عقب 2 شهر صار عند الكابوني، رجع له البيزات وقال له أنا انسحبت من الصفقة على أساس ما تخسر فلوسك. كانت هذه عملياته في البداية، لكن أشهر عملية عنده اللي هي بيع برج إيفل، الحين ما نتكلم عنها. بعد الحرب العالمية الأولى تعرضت باريس للقصف ودمرت أجزاء كبيرة من هذه المدينة الجميلة، من ضمنها برج إيفل اللي كان آيل للسقوط. المقال كان يتكلم عن التكاليف الباهظة لأعمال الصيانة اللي راح يتكلفها هذا البرج على أساس يتم واقف. ربيعنا لوستينج قرر أن يستغل هذا الأمر بخبث ودهاء لصالحه، ف
فخطط لمخطط الجهنمي. انتحل شخصية موظف كبير بالحكومة الفرنسية مثل ما كان يتمسخر يقول أنا ممثل الدولة المكلف بوضع البرج في سلة المهملات. سوى اجتماع سري في فندق فخم جدا في باريس ودعا 6 من كبار تجار الخردة والمعادن في هذا الاجتماع السري. قال لهم أنا زقرتكم على أساس سمعتكم الجيدة كرجال أعمال أمناء وهناك ألقى عليهم القنبلة. الحكومة الفرنسية حطت ألواح معدنية على سقف البرج يعني كأعمال صيانة. هو قال لهم أن هذه وضعت تمهيدا لهدمه فالبرج معروض للبيع. طبعا التجار صدقوا لي قيمة البرج التاريخية ولأن الريال لبق ويتحدث لغات كثيرة وأيضا سوى له الشو الخاص فيه استأجر لوموزين. أندري بويسن واحد من أكبر التجار في ديتش الفترة لكن غير معروف في الأوساط الكبرى، أكيد شراء برج إيفل بيمنحه الشهرة اللي هو يبغيها. في الجولة قال للتجار قدموا عطاءاتكم بسرية وبسرعة تامة. بويسن قال له أنه متحمس لهذه الصفقة فقال له خلي الموضوع بيني وبينك. لوستيتش حدد الضحية، هني بيّن للتاجر أنه موظف حكومة فاسد ومرتشي ويبغي كوميشن. أول ما استلم البيزات من بويسن شل أول قطار هو والسكرتير النصاب ماله الأمريكي نسيت أقولكم اسمه وعلى فيينا. بويسن التاجر المسكين اكتشف أنه تعرض لعملية نصب واحتيال، قرر أنه يبلع الإهانة وما بلغ الشرطة خوفا من الفضيحة والإذلال. هذه كانت أول بيعة للبرج. المرة الثانية بما أن ما تم اتهامه رجع لوستيتش لباريس ويجمع 6 تجار وقدر أنه يصيد واحد منهم. هذا الكلام بعد كم شهر من البيعة الأولى. المهم التاجر اللي نصب عليه صار بلغ عليه الشرطة وهني شرد صاحبنا راح نيويورك. في نيويورك بعد عدد من عمليات النصب والاحتيال قدرت شرطة نيويورك أن تقبض عليه في عام 1943. أثناء ما كان في السجن احتفظ ببطاقة بريدية تجسد برج إيفل وكتب عليها بخط إيده بيع ب100,000 فرنك. آخر معلومة بقول عن دكتور لوستيتش أنه هو صاحب كتاب الوصايا 10 للرجال المحتالين، واحد من أشهر الكتب وأكثرها مبيعا. إليك ميال ومليش غيرك عالبال، أنا قلبي إليك مفيش غيرك عالبال، أنت وبس اللي حبيبي. حبيبي مهما يقولوا العزال. ايه عجبتك ولا لا؟ يا سلام انت بقولك يا سي احمد عنك بقى يا حبيبي لحسن انت تعبت قوي. لا انا ما ارتاح، انا اذا ما خدمش بعيوني ما ارتاح، هذا متعب هذا راحة. يا والله شوف مصالح حشا والله العظيم ساعة ولدي ترى شوف والله العظيم مو شلون قاعد الماي بارد صاصل مثل ما احنا ولا شلون